جوجل 2FA هي الطريقة الأساسية للمصادقة الثنائية في سمارت باس، وتعد طريقتها مصادقة مناسبة تتوافق مع معايير الأمان الدولية. يعد جوجل 2FA المتصل شرطا أساسيا لإجراء باي آوت في منتجاتنا. في دليل الإرشاد هذا سنكتشف كيفية ربط جوجل 2FA كطريقة مصادقة ثنائية. حسنا، اذهب الآن إلى سمارت باس وانتقل إلى قسم سيكيورتي الأمن. قم بتحميل جوجل أوثنتيكيتر على هاتفك الذكي لبدء عملية المصادقة. تحتاج لمسح QR كود في الجانب الأيمن من الشاشة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول المثبت. للقيام بذلك افتح التطبيق على الشاشة الأولى وانقر فوق زر Get Started. في النافذة التي تفتح اختر Scan QR Code. امسح QR كود في صفحة التنشيط وانقر فوق زر Continue. ثم على هاتفك الذكي في تطبيق جوجل أوثنتيكيتر يعرض سطر بكلمة مرور لمرة واحدة يتحدث باستمرار، ويظهر مؤقت عمل الكود على يمين الكود على شكل مخطط دائري. أدخل كلمة المرور لمرة واحدة في صفحة تأكيد 2FA. انتهى الأمر، لقد قمت بتوصيل جوجل 2FA. يرجى الانتباه إلى أنه لديك فقط إمكانية الوصول إلى QR كود في صفحة التنشيط. يرجى عدم إظهاره أو رسالة إلى أي شخص. إذا كنت بحاجة إلى إلغاء تنشيط المصادقة الثنائية عبر جوجل على سبيل المثال عند تغيير الهاتف، فيرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا. نوصيك بعدم تأجيل ربط جوجل 2FA لأن خاصية الأمان عند العمل بمنتجاتنا تعتمد عليها بشكل مباشر.